قبل المباراة الثانية للمنتخب الوطني أمام بلجيكا، الحالة الصحية للثنائي مزواري وحكيمي تثير قلق المغاربة. بعد خروجه مصابا من مباراة كرواتيا الشوط الثاني، تبقى مشاركة نصير مزراوي من عدمها إلى جانب أسود الأطلس في المباراة الموالية أمام بلجيكا مبهمة، ولا يمكن الحسم فيها قبل إخضاعه لفحوصات أخرى أكثر دقة. هذا ما أكده طبيب المنتخب عبد الرزاق هيفتي. أما بالنسبة لأشرف حكيمي الذي يعاني من ألم على مستوى فخذه، ففحوصاته لم تظهر أي شيء صعب، لكن لابد من الحذر حسب طبيبه، ويجب إخضاعه لفحوصات أخرى أكثر دقة، في حين أن باقي اللاعبين في صحة جيدة. المهم، برأيك في حالة غياب مزراوي عن المباراة القادمة أمام بلجيكا، ما هو الاسم الذي سيعوضه فوق أرضية الملعب؟